السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، صحيحتكم لاباس؟ عواشركم مبروكة وتصوموا تعاودوا ان شاء الله بحول الله، وينعاد عليكم رمضان بالخير وبالصحة وبالعافية وبالرزق الوافر يا ربي. نتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله بحول الله غنقدم معكم هذا الحلوى اللي تطلق لشهر رمضان ان شاء الله بحول الله، الله يبلغنا ليه. كاين اللي تيقولها سانطير، كاين اللي كيقولها وريده، كاين اللي كيقولها بليغه، المهم نتوما سموها كما تحبوا. هي هذه ان شاء الله اللي غنحضرها معكم، راه غزاله ورائعه جدا، وراها تتقوم قوام الشباكيه. وسميتو نتمنى انكم تتابعوني وباش تشوفوا التحضير ديالها كيفاش غنحضرها. وها نتوما تبارك الله راه كتجي رطبه وتتجي معلكه وتتجي داخل فيها العسل داخل. ها نتوما كيف تتشوفوا، شوفوا تتجي غزاله. نتمنى انكم تتابعوني وتابعوا الفيديو باش نشوفوا التتيمه ديالها كيفاش غنحضروها. عندنا هنا كيلو ونص ديال الدقيق الخاص بالحلوى، كيلو ونص. عندنا كاس ديال القمح الفينو، انا مالفه تندير معكم الفينو، مالفه كندير معكم يعني القمح اللي تنطحنو دابا ما بقاليش. المهم درنا كاس، غندير كاس ونص ديال الفينو. كاس ونص ديال الفينو في كيلو ونص ديال الدقيق الخاص بالحلويات. عندنا هنايا خمارة وحدة ديال الحلوى، يعني من وزن 8 غرام. عندنا هنايا معلقة ونص ديال حبة حلاوة يعني النافع البستاني، ها هو غندير هنا معلقة، نقول معلقة معلقة كبيرة زائد معلقة صغيرة ديال النافع البستاني. عندنا هنايا كذلك النافع يعني العادي، عندنا هنا معلقة كبيرة أونص، وعندنا هنا قبيس، عندنا هنا قبيسة ديال الملحة، يعني أنا المقادير كلهم درتهم معكم، الملحة مهم حسب الذوق ديالكم. وهنايا غنخلطو هادو كاملين. عندي كاس ديال الزنجلان مطحون، ها هو بحال اللي كنديرو في الشباكيه يعني طحنوه مزيان. عندنا غنرملو هادو كاملين هكا، انا راه مغربله الدقيق من قبل، انا غنكملو دابا ونرجع معكم. عندنا هنا نص كاس ديال الخل، عندكم من نص كاس حتى لربع كاس، انا دابا معكم درت نص كاس. عندنا هنا كاس ديال الزبده، مهم اي زبده عندكم ذوبوها وديروها. وعندي هنا بيضه كامله، وعندنا هنا الماء عادي يعني ماء من الروبيني هو اللي عندنا. غنشدو نرملو هذا الشيء هذا مع بعضه مزيان. انا غنكمل معكم نبسسها يعني نرملها ونرجع معكم باش نعجنها. دابا من بعد ما رملناها يعني كل حبه خدات حقها، عندنا الماء قلنا من الروبيني، الماء حسب الخليط، يعني هاد العجينه غنعجنوها بحال ديال الرغيف، بحال ديال الرغيف غادي نعجنوها ودلكوها، دلكو العجينه. المهم انا غنكمل معكم، الماء راه كيف تنقول لكم حسب الخليط، راه كاين الدقيق اللي تيشرب الماء بزاف وكاين الماء اللي كيشرب قليل. انا ما عبرتش معكم الماء باش ما تلفوش، حيت قلت لكم العجينه ديالها دايره بحال الرغيف، يعني بحال تنعجنوا المسمن ولا الرغيف ولا كله كيفاش كيسمي. المهم انا غنكمل ونرجع معكم. دابا من بعد ما عجناها
ودلكتها مزيان. دابا ها نتوما العجينه ديالها يعني مطلوقه. دابا غندير على كيس بلاستيكي وغنخليها حتى ترخف لي، وعاد نرجع عاوتاني باش نكورها لي بول. المهم هكا الكاس اللي قيست معكم ديال الفينو راه ديال العصير، يعني كاس اللي خاص اللي تنشربوا به المشروبات او العصير او المهم هو هذا. درت به جوج كيسان ونص في جوج في كيلو ونص ديال الفورس. غنخليوها دابا تروبوزي يعني تطلق راسها ورجع باش نشكلها معكم. دابا من بعد ما طلقت لينا العجينه غندهن يديا بالزيت وغادي نقطعوها نبداو نشكلوها لي بول. بسم الله. المهم نتوما ديروا على حساب المقله اللي عندكم. اما الكويره درتهم غير صغيورين صافي. وغنبدا نحط حدايا في البلاطو. صافي دابا غنكمل هكا ونرجع معكم ان شاء الله. دابا من بعد ما قطعناها لي بول وترخات لينا دابا هاني قرصتها. دابا غندوزو باش نطيبوها. دابا هانتوما راه درت انا جوج قبل يعني ما نبدا معكم، هنا وحده درتها معكم هكا. دابا هادوك الاولين اللي درت انا جوج غنقلب هكا وغنكمل معكم. انا زدت هذه كتبقاو طالعين هكا. المهم اربعه ولا خمسه وتبداو تحيدوا باللولة باللولة صافي. دابا انا هكا غنكمل معكم. دابا غنحيدوا الثالثه. ها نتوما انا راه درت معكم اربعه، ها نتوما هذه حتى هي هكا. ها نتوما الورقه كيفاش كتكون راه كتكونوا يعني ها ها هكا. المهم هكا الطياب ديالها يكون مشمع. تبقى لنا هاد الاخرى نديرو لها حتى هي هكا صافي، وكنبقاو ماشيين هكا حتى نكملو كلشي. دابا ملي طابت لينا هاد الاولين طابو لنا ها نتوما كيفاش كتكون هكا. شوفوا هكا تكون، ما تكونش طايبه بزاف. ونرجعو نديرو هكا ونحيدو هادي، يعني تنبقاو طالعين هكا. شوفوا كيف الطياب ديالها كيف داير، ويعني واخا تقب ليكم معليش، واخا تقب ليكم معليش، يعني انا غنكمل معكم وغنوريكم كيفاش سميتو. المهم هكا تكون، شوفوا الطياب ديالها يكون، وتكون الورقه شفافه وتكون ما محمراش بزاف، يعني غير بحال مشمعه. دابا من بعد ما طيبناها هانتوما راه واخا كتجي ليكم يعني فيها شي ديفو ولا شي حاجه معليش، راه غتصلحوه بيدكم هكا. تنديروا لها هكا كنزيروا يدكم شويه هكا 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 هكا، يعني زيروا يدكم تكون ما تكونش اللفه مرخوفه، تكون بين مرخوفه ومزيره. هنا راه عندنا الدقيق يعني مخلطاه غير بالماء عادي، نتوما غديروا الدقيق على حسب القياس اللي عندكم، حسب كيلو ولا نص كيلو ولا جوج كيلو. المهم قدروا الانسان اللي عنده العائله كثير يقدر يدير حتى اكثر. سمحوا لي يعني هكا صافي كتخلطوه وكديروه بحال عجينه ما خفيفه ما ثقيله بحال اللي كنلصقوا بها البريوات صافي. وكتلفوا هكا وتسدوها. انا غندير معكم الثانيه باش توضح لكم هكا. ديما فين ما يكون عندكم شي ديفو واخا هكا دابا هادي مقطعه معليش غنديروا لها هكا هكا. لفوا نتوما تتلفوا وتتزيروا يدكم هكا هكا هكا، راه ساهله يعني ما كتجيو حتى للخر وكديروا هكا بالعجينه
هكا. هكا. صافي. وكنرجعو كنبداو نقطعو هكا. التقطيع الاولى غتحيدوها، يعني دوك لي شوت تحيدوهم وتقطعو هكا بحال محرفة بحال تقطيعة الفقاس. هانتوما هكا. هكا شوفو كي كتجي، هكا كتجي صافي. وتكملو هكا، كيما تحرفو يدكم بحال لي كتقطعو الفقاس هكا. هاد لي شوت كنحيدوهم صافي. هكا شوفو كي كتجي، كتجي بحال الوريدة من هاد الجهة ومن هاد الجهة صافي. دابا غندوز معاكم باش نقليوها. دابا من بعد ما قطعناها خبزنا وقطعنا، يعني هادو راه 2 كيلو تقريبا لاروب اللي درت معاكم. تبارك الله عطاونا هاد الخير هذا. دابا ان شاء الله غندوزو باش نقليوها. دابا من بعد ما غللنا الزيت كنرميوها. انتما كترميو وكتحلو، ولكن العافيه منين غلقكم الزيت نقصوا العافيه هكا. كتبقاو تحلوها باش كتورد لكم. دابا ان شاء الله من بعد ما تقلى غنرجع معكم. دابا من بعد ما قليناها انا درتها في العسل. العسل راه ما حضرتوش معكم، انا حضرته على اليد في الدار. هانتوما ان شاء الله غنحضروا وغنحطوا معكم، غنحطوا ان شاء الله في القناه. ان شاء الله انا حضرته على يدي، وعسل زوين وناجح يعني بحسن ما يتشرى على برا. المهم هي هذه هكا، هانتوما شوفوا اللون ديالها كيف جا، هي هذه صافي. دابا غنكمل.